وراح نعمله راح نطلع الثري كومبوننتس. راح اطلع الكومبوننت هذا والكومبوننت هذا والكومبوننت هذا. ليش بنعمل هيك احنا بالهندسه؟ ليش ما اطلع جواب واخلص؟ نشوف تاثير التيرمز المختلفه. وانت لما تصير تعمل ابحاث تعمل ريسيرش بتصير تطلع على التيرمز المختلفه، تقول والله هذا التيرم هو القوي جدا، هو اللي باثر، او في سنسيتيفيتي كثير للاوتبوت من هذا التيرم مثلا. اذا لو بدي اعمل اوبتمايزيشن او اعمل مينيمايزيشن او شيء بصير اقدر اركز اشوف وين التيرمز اللي بتهمني في كل حاله من الحالات. خلينا ناخذ اذا هلا الراوند تريب تايم صارت ممكن نحسبها، صار عندي 2 في اتش واتش صارت 7.76 في 4.5 على 1.6 زائد اس بلس 1، اس هو 6.38 فبصير هذا 7.38 مضروب في تي اس اللي هي 7.6 واخر تيرم اللي هو عندي بي 12 في 2.4. من وين اجت ال 2.4؟ اللي هي 1.2 زائد 1.2 دخول وخروج. مش كل شيء بدخل لازم يطلع؟ طيب اعطيني اول شيء التيرم هذا لو سمحت اللي هو تيرم الاتش 43.64 سكند زائد 7.38 في 7.6 56.08 اوكي. و12 في 2.4 بيطلع 28.8 اوكي. لاحظين التيرمز هذول؟ شايفين قوة الستوبس؟ قوة الستوبس أكثر من ولذلك أحد الأشياء لما بنحاول نعمل مودرن كنترول سيستمز، شو بحاولوا يعملوا في المودرن كنترول سيستمز؟ مش مادة المودرن كنترول، المودرن كنترول سيستمز المصاعد، شو بنحاول نعمل؟ بنحاول ننزل عدد الستوبس، في طرق ذكية جدا لتنزيل عدد الستوبس. وفي كمان طرق لتنزيل الهايست ريفرسال فلور. إذا قدرت أخفف الهايست ريفرسال فلور أو أخفف عدد الستوبس، ممكن أنزل الراوند تريب تايم، وإذا نزلت الراوند تريب تايم شو بصير كفاءة السيستم عندي؟ أعلى أحسن، أوكي؟ الرقم النهائي 128.6 اوكي 6 سكند اوكي. ما خلصنا الديزاين هيك، احنا ليش هدفنا من الراوند تريب تايم؟ عشان ايش احسب؟ في عندي تارجت انترفال. اذا عندي هلا ال بيساوي سيلينج فانكشن 128.6 على ايش؟ 30 مظبوط. لاحظوا احنا مشكلتنا وي ميست ات باي 8 سكندز. اه كان كان نستعمل 4، شو مضطر احط؟ 5. طيب هلا بنيجي بنسال شو اللي تحقق عندي؟ ايش لازم حتى اجاوب؟ هلا بدي ارجع اجاوب الكلاينت، ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له ديزاين كومبلاينت، ايش لازم احسب؟ الهاندلنج كاباسيتي بدي احسب تارجت. نحسب اول شيء الهاندلنج كاباسيتي، شو رايكم؟ اتش سي، اتش سي بتساوي الان عندي 300 على تاو، قديش تاو؟ 128.6 عندي يو قديش؟ 1000 بعدين عندي 12 بي 12 وال 5 بس مش تاو تغيرت صار 35 مش الاكتشوال تاو الانترفال لا انا هلا مش راح مش ايش قصدك؟ انه حطينا 5 اليفيترز تمام الانترفال راح يتغير الانترفال راح يتغير الانترفال مظبوط راح يضل 300 على 128 على 5 راح يعطيني الانترفال الصحيح الاكتشوال اه بس تحت يعني راح يكون لاني قسمت اللي فوق اوكي قديش هذا بيطلع؟ 14% هل هذا جيد؟ جيد اه اكبر جيد اوكي اكبر مش اكبر بكثير مقبول هذا الديزاين كويس طيب والانترفال الانترفال اكتشوال هذا اللي انت تسال عنه ايناس 128 على ايش هلا بصير؟ انا هون اضطريت ازيد جزء من مصعد فما رح يكون عندي 30 رح يكون اسوء ولا احسن؟ احسن لاني ضحيت لو كنت انا بدي اتباخل هون شو بعمل؟ بحط 4 مش هيك؟ فبطلع الانترفال ويمكن في بعض حالات ما يكونش مصيبه ما تكون كارثه اه بس احنا هون بنعمل ديزاين اوبتيمم 100% طيب قديش الانترفال اكشوال بيطلع؟ 128 على 30 عفوا قد ايه؟ 25 و7 سكندز اذا هدول الشرطين تحققوا 25 سكند اقل من 30 و14% اكثر من 12% تحققوا الشرطين ومش اكبر بكثير فهذا مقبول